Oh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين يتجدد اللقاء باحبتنا عبر هذه القناه الفاضله قناه الانس مع مجموعه من المفاهيم الخاطئه والتي تفسر تفسيرات لا تنسجم وشرع الله سبحانه وتعالى بل تتنافى في بعض الاحيان مع المنطق العقدي وتتنافى مع المنطق العقلي وتتنافى مع واقع الناس كما امر به ربنا سبحانه وتعالى واقف مع المشاهدين الافاضل مع اول مفهوم خاطئ عند كثير لا اقول طلاب العلم فقط بل كثير من الناس يريدون ان يحجموا ويقللوا بل يلغوا في بعض الاحيان اهميه السنه ودورها في ضبط سلوك الفرد والمجتمع ويقولون بانهم لا يعملون الا بما في كتاب الله فما احله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام وهو قول حق يراد به باطل في بعض الاحيان ان القرانيين اذا جالستهم وتحدثت معهم في كثير من الاحيان تلمس بانهم ليسوا طلاب علم هذه القاعده الاولى ليسوا بطلاب علم اي ليسوا بطلاب الشريعه وانما هم خريجي مجموعه من الكليات اما الطب واما الصيدله في بعض الاحيان واما الفلسفه وغيرها وليس لهم تخصص دقيق حول الشريعه مفهوم الشريعه ضوابط الشريعه الى غير ذلك المساله الاساسيه ايضا تجدهم يتشدقون ببعض المصطلحات الطنانة كأن يقولون البحث الأكاديمي في بعض الأحيان ونحن لا يهمنا إلا البحث العلمي الدقيق فمتى كانت الشريعة تخالف البحث العلمي الدقيق ومتى كانت الشريعة بسنيتها تخالف البحث الأكاديمي الممنهج المبني على توابت يفتقدها هؤلاء الناس ونحن حينما نتحدث عن هذا الموضوع لا نتحدث من فراغ وانما من خلال بعض الحوارات التي كانت معهم وبعض اللقاءات التي كانت معهم فسجلنا مجموعه من الملاحظات هي التي نذكرها الان المساله الاساسيه هو انهم يقولون انهم يقدمون العقل على الشرع وهذا مفهوم اخر خاطئ فمتى وجدتم ان العقل يتناقض مع الشرع ان الدارس والباحث المتخصص ما ينبغي ان يغفل عنه هذا الجزء من الحقيقه التي يعرفها العام والخاص من امه محمد صلى الله عليه وسلم أن تقولوا بأن أنكم عقلانيون فمتى كانت الشريعة تناقض العقل علماء الأمة بالإجماع يقولون العقل والشرع نور على نور ابن رشد يقول لا يتعارض القطع مع القطع وكم يعجبني رأي الإمام الغزالي حينما يقول العقل بمثابة البصر والشرع بمثابة النور فلا يمكن للبصر ان يرى بدون نور كذلك العقل لا يمكن ان يهتدي بدون شرع ثم هل تعرفون السنه النبويه ماذا تعني لنا السنه النبويه؟ هذا ما ينبغي ان يغيب عنا السنه النبويه هي كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقوال وافعال واقرار وانكار على وجه الشرع او على وجه الشريعه هذا امر محسوم لا يمكننا ان نرفضه ولذلك الذين يزعمون بانهم لا يعملون الا بالقران ويريدون ان يكونوا قرانيين اكثر من القران في بعض الاحيان نقول لهم ان صاحب الشان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل من قبل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال له يا رسول الله نسمع منك أحاديث لا نستطيع حفظها أفنكتبها؟ فماذا قال له رسول الله؟ بلى فاكتبوها ثم قال فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي ان يغيب عن هؤلاء الذين يريدون في بعض الاحيان قلب مجموعه من الحقائق والتي للاسف الشديد تنطلي على مجموعه من طلاب العلم في بدايتهم يستغلون ضعفهم المعرفي عدم قراءتهم لمشايخ وعلماء هذه الامه وما قيل في هذا الموضوع حينما تاتي الى انسان وتقول له انا اقبل القران وارفض السنه فمن اهل العلم كابن حزم من ذهب بهم الى الكفر ولا اريد ان ادخل في جزئيات واقوال اهل العلم فيما يتعلق بهذا المضمار وانما اريد ان ابقى علميا اناقش بكيفيه عقلانيه بعض الاجزاء الاساسيه للموضوع السنة النبوية يا سيدي ويا حبيبي ويا ايها الطالب ايها المتعلم السنة النبوية الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب قراني حينما يقول لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فالاسوة الحسنة تكون بماذا؟ تكون بالاقتداء وتقتدي بمن؟ تقتدي بصاحب الشأن وهو رسول الله ولا يمكن أن تكون على أسوة حسنة وأنت بعيد عن سنته بل الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر قرآني فكيف تقول بانك ستعمل بالقران وترفض السنه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو كنهي الله. ولذلك كان التحذير شديد وخطير من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء حينما يقول لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فهذه مصيبه مصيبه كبرى ثم تعالوا معي لنعود الى كتاب الله لكي نعرف ان السنه لا يمكنك ان تتخلى عنها باي حال من الاحوال واحب ان اشير واذكر وفي مقدمه المتد... الذين يجب ان نذكرهم طلاب العلم الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب ام لم يحفظه وكذلك حفظت السنه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول اوتيت القران ومثله معه وفي روايه اوتيت الكتاب ومثله معه فان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون كل ما كان يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام شريعيه وتفصيليه وقوليه بل كانوا يسجلون حتى الفعل وحتى الاقرار بل يسجلون حتى الانكار ولذلك صدقوني اذا قلت لكم ان حديثا ضعيفا عندنا نحن حديثا ضعيفا واحدا هو اعظم وافضل من كثير من الكتب التي نقول عنها مقدسه وهذا ليس تطاول بل هذا تخصصنا الاديان ان الحديث الضعيف باجماع اهل العلم لو نقص او سقط او انمحى جيل واحد فان هذا الحديث يكون ضعيفا كان نقول عن فلان عن فلان او قال فلان عن فلان وفلان الاول لم يرى الفلان الثاني الا بعد جيل وليس من جيله فان هذا الحديث يسقط يكون ضعيفا فكم هي الكتب المقدسه التي نقلت بتجاوز ليس جيل واحد او جيلين او بل اقول لك مئات السنين في بعض الاحيان ورغم ذلك نصدقها اين عقل هؤلاء الذين يزعمون بانهم يقولون بهذا القول بالقرانيين اين هي عقولهم ونحن لا نرفض حتى بعض الشخصيات التاريخيه نؤمن ونصدق ما جاء في كتب التاريخ عن حمورابي نصدق ما جاء عن بختنصر نصدق ما قيل عن الاسكندر المقدوني فكيف لا نصدق ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب صحاح كتب صحاح مضبوطة سنة صحيحة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا معي أيها القرآنيون حينما نقرأ كتاب الله عز وجل وهو يتحدث عن ما حرم لنا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فعلى سبيل المثال لا الحسن أين وجدنا تحريم الصقور والنسور في كتاب الله وكذلك هذه الحمر الإنسية الحمر التي تعيش معنا بالقرب من إسطبلاتنا وفي منازلنا ونقوم بتسخيرها ونستغلها في كثير من أعمالنا أين وجدتموها ما وجدناها ولكن الذي فصل في المسألة وبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة ثم ماذا نفعل بقوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال كما قلت للحصر وربي يقول حرمت عليكم الميتة والدم إذا بحسبكم أنتم قرآنيين يجب أن نحرم السمك ونحرم الجرد ويجب أن نحرم أيضا أكل الكبد وأكل الطحال أليس الكبد دما والطحال دما والسمك هل يدك إنما نأكله ميتا ما الذي بيّن لنا هذه الحقيقة وربنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم أي بمعنى يا آه محمد إنك مكلف بتبيين هذه الأمور لهذه الأمة إذن فالسنة هي التي قالت لنا الكبد حلال فنأكله أم تراكم لا تأكلون الكبد وقال لنا الطحال حلال نأكله أم تراكم لا تأكلونه وماذا سنفعل بالسمك؟ تأكلونه أم لا تأكلونه؟ فأين وجدت بأنه حل؟ لو وقفنا عند النص القرآني لحرمناه حرمت عليكم الميتة والسمك بمجرد ما يخرج من الماء فإنه يموت أكثر من ذلك أين وجدتم أربع ركعات في الظهر وأربع ركعات في العصر وثلاثة في المغرب وركعتين في الفجر أين وجدتم نقرأ بالفاتحة والصورة جهراً في صلاة الجهرية و... في الصلاة السرية سرا أين وجدتموه؟ هل يوجد في كتاب الله؟ الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فكيف سنقيم هذه الصلاة؟ إذا بحسب رأيكم ما عليكم إلا أن تجتهدوا وتقيموا صلاة في الصباح وصلاة في المساء لا داعي لهذا الدور والمغرب والعشاء بل لا داعي أن نستيقظ صباحا ها؟ أه؟ وأين وجدت النوافل بتلك الكيفية؟ وبتلك الشاكلة وإنما هي موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الله أمرنا بالحج ولله على الناس حج البيت الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج إذن أين وجدت التفصيلات والتفريعات في هذا الحج هل موجودة في كتاب الله أبدا ولذلك فالذي بيّنها وكيفيتها وطريقة الحج لا وقوفا ولا طوافا ولا تحركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولذلك أقول بملء الفم إن القرآنيين هم يزعمون بأنهم يحافظون على القرآن وأنا أقول إنكم ستضيعون القرآن لأن الذي حافظ القرآن هي السنة واعلم يا أخي يا حبيبي يا من تنطلي عليه حيل هؤلاء الناس اعلم علم اليقين بأن السنة النبوية هي الشارحة وهي المفصلة لكتاب الله سبحانه وتعالى عقلا السنة هي المنهج التطبيقي الواقع لكتاب الله بأدلة متعددة اتركونا من الشعب نبقى عقليا لا يمكن لعلماء التفسير لا يمكن لعلماء القران ان يفهموا النصوص المنزله الا بالعوده الى السنه لماذا لان القران كان ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الارض القران ينزل يعدد يقوي يساند يبين يفسر يوضح فهو منهج تطبيقي واقعي للمنهج الرباني المنزل على سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يمكن كما قلت أن يفهم النص المنزل إلا بالعودة إلى السنة وهو الذي كان عليه أعظم بل جل بل كل المفسرين الذين نعرف نعرفهم في هذه الأمة مستحيل أن نفهم كتاب الله بعيداً عن سنة رسول الله ولذلك هؤلاء لا يجرؤون أن يقولوا نحن نريد أن نضيع القرآن الكريم وهذا وديدهم أنتم تريدون تضييع القرآن وليس الحفاظ على القرآن بدعوى الاختلاف أنا أقول لك كم من آية في كتاب الله فسرت أكثر من 15 تفسير كل مفسر يدلي بدلوه في هذه الآية ولو سمح لهم لتقاتلوا كل يريد رأيه كل حزب بما لديه فرح والله لتقاتلوا على هذا الأمر فمن الذي أوقف هذا النزيف هي السنة النبوية هي السنة النبوية الشارحة لكتاب الله ولسلوكات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض مؤيدة بهذا الوحي أو غاب عنكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة عن خلقه ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن إذن كيف يمكنك أن تستوعب القرآن بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ مستحيل ولذلك أهيب بطلاب العلم أولا أن لا يكونوا مصدقين لبعض طيور الحزن وهم هؤلاء الذين يزعمون بأنهم لا يعملون إلا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لهم بالسنة أنا أسميهم طيور الحزن طائر الحزن اتركه يحلق فوق راسك يا طالب العلم لا تسمح له ببناء عش في مخك لانه اذا بنى عشه في مخك ستكون الكارثه والى ان التقي معكم بمفهوم اخر وفي مفهوم اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله